لكن اللي حصل ورا الكاميرات بقى يا جماعه كان امر غريب جدا. والمشكله اللي حصلت تحديدا نادات كلاميه وصراخ، ومدير اعمال كاظم الساهر يقيم القيام في كواليس برنامج منى الشاذلي. اللي عندنا الشربيني انها رجعت لعمرو دياب مره ثانيه، وكل المواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي دينا الشربيني رجعت لعمرو دياب. بيني في اقوى اعترافات لها اغنيه درج الحوت ليكي، لا اسالوا اللي غناها. مش هي دي صوره الشباب المصري يا جماعه؟ مصر فيها شباب محترم كتير، ودول قله في وسط كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في ال 24 ساعه اللي فاتوا هنلاقي في اخبار كتيره منتشره على السوشيال ميديا، لكن وقفت عند كام خبر كده حبيت اطلع واشاركهم مع حضراتكم في حلقه النهارده. اول خبر هنتكلم فيه مع حضراتكم في حلقه النهارده وهو عن الخناقه اللي حصلت على الهوا في حلقه كاظم الساهر ومنى الشاذلي، واللي بالمناسبه ما التقطتهاش عدسات الكاميرات، لكن مدير اعمال كاظم الساهر هو اللي طلع وصرح بالكلام ده بنفسه. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم في حلقه النهارده عن الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن رجوع دينا الشربيني لعمرو دياب وتصدرها للترند المصري بقالها 24 ساعة. وطبعا ما ينفعش تعدي حلقة النهاردة من غير معلق مع حضراتكم على قضية أماني فتاة المنوفية اللي ماتت بنفس طريقة سلمى رحمة الله عليها ونيرة أشرف رحمة الله عليها. علشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. أول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم في حلقة النهاردة وهو عن الخناقة اللي حصلت في برنامج منى الشاذلي وتحديدا في حلقة كاظم الساهر. مبدئيا كده يا جماعة، قبل ما نتكلم في أي حاجة، اللي بيحصل أمام الكاميرات غير اللي بيحصل ورا الكاميرات. بمعنى اللي حلقة كاظم الساهر تحديدا أكيد حضراتكم شفتوها، كان كلها غنى وضحك وتصريحات مثيرة للجدل، ودايما منى الشاذلي بتجيب النجوم عشان تطلع بتصريحات من النوع ده. لكن اللي حصل ورا الكاميرات بقى يا جماعة كان أمر غريب جدا. والمشكلة اللي حصلت تحديدا ان حصل زعيق اثناء التصوير في الحلقة. طب الزعيق ده حصل ليه؟ ببساطة كده، مدير اعمال كاظم الساهر كان المفروض متفق مع فريق الاعداد بتاع منى الشاذلي اللي هو هيطلع ساعتين بس، ولما لاحظ مدير اعمال كاظم الساهر الحلقة هتطول وهم عايزين يعملوها على جزئين بدأ يزعق في اللوكيشن، وقال حرفيا لفريق الاعداد لو ما خلصتوش في الساعتين اللي احنا متفقين عليهم هدخل اخده وهمشي. فطبعا فريق الاعداد بدا يتدارك الموقف ويحاول يهدي الامور، وبالفعل صوروا الساعتين. وانا ليه معلش يا جماعه تعليق مع حضراتكم على النقطه دي تحديدا، لان العقد شريعه المتعاقدين. منى الشاذلي لما اتعاقدت مع كاظم الساهر عشان يجي يحضر الحلقه دي اتفقت معاه اللي هو يجي يقعد ساعتين وهياخد مقابل على الساعتين دول، فالمفروض اللي احنا لو هنزود عن الساعتين نزود له في الاكل. وبالمناسبه يا جماعه، الحلقات اللي من النوع ده بيدفع فيها ملايين. مشادات كلامية وصراخ، ومدير أعمال كاظم الساهر يقيم القيام في كواليس برنامج منى الشاذلي. تسريبات خطيرة أثارت حالة من الجدل بسبب وقوع مشادات كلامية أثناء تصوير لقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي. وطبعا ما ينفعش ننهي الخبر ده مع حضراتكم من غير ما نعلق على التصريحات اللي قالها كاظم الساهر بخصوص زوجته رحمة الله عليها، وقد إيه هو كان متأثر بوفاتها. لأن الحب ببساطة كده يا جماعة بقى قليل في الزمن ده، قليل جدا لما تلاقي حد مخلص لحد حتى بعد وفاته. يعني أنا برحيل أم الأولاد من الهزة اللي أصبنا فيها لا أتمناها للأعداء، يعني ما أتمناها لأي حد، ما أتمناها لأسوأ الناس. لما إحنا يكون أي شيء يخص الأولاد إحنا على طول باتصال. نيجي للخبر التاني معنا في حلقة النهاردة وعندينا الشربيني. بقالنا 24 ساعة يا جماعة ما بنسمعش أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي إلا عندينا الشربيني إنها رجعت لعمرو دياب مرة تانية، وكل المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي دينا الشربيني رجعت لعمرو دياب ولا ما رجعتش. طب استندوا للكلام ده في إيه يا جماعة؟ استندوا للكلام ده في البرومو بتاع حلقة منى الشاذلي لما غنت فيها دينا الشربيني أغنية لعمرو دياب كان عاملها مخصوص لدينا الشربيني. اسمعي كتير، دينا الشربيني في اقوى اعترافات لها، ولا لا حبك موت واحب برج الحوت واعشق تفاصيلك، اغنيه برج الحوت ليكي لا اسالوا اللي غناها. في ناس هنا بدات تقول لا ده رجعوا لبعض مره تانية، وفي ناس تانية بتقول لا دي بتحاول تلفت نظر عمرو دياب ليها مرة تانية. لكن من وجهة نظر يا جماعة ان الترند ده محاولة للفت النظر كنوع من الدعاية لحلقة منى الشاذلي اللي هتتعرض يوم الخميس الجاي. ده ملخص للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخبار دي هي مش أهم خبر في حلقة النهاردة. الخبر اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي هو أهم خبر، واللي من وجهة نظري هو ناقوس خطر
بيضرب كل المجتمعات العربية، وهو حادثة أماني بنت المنوفية، الحادثة اللي اتكررت للمرة الثالثة بعد نيرة أشرف وسلمى رحمة الله عليهم. بنفس الطريقة وبنفس الآلية، شخص يقرر اللي هو يتخلص من إنسان بيحبه عشان أهلها رفضوه. أنا مش فاهم يا جماعة الشباب الصغير بقى بيفكر إزاي، وأعتقد إن في حاجة هي اللي بتدمر أفكار أولادنا. أنا مش هتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الحادثة، أكيد حضراتكم قريتوا عنها في كل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن ليه الحوادث اللي من النوع ده بتحصل. أعتقد اللي ما عادش فيه رقابة من الأب والأم فبيطلعوا شباب مش عارفين يفكروا ازاي، مش متربيين على العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها. وللأسف يا جماعة الشباب دول ما تربوش على تعليم الدين الإسلامي، لو تربوا تربية سوية عمرهم ما يفكروا تفكير زي ده. وللأسف بقوا بيسيئوا لكل الشباب المصري المحترم، بقوا يصدروا للدول العربية بالنوع ده من الجرائم ان شباب مصر كله بيفكر بالطريقة دي، لما ما بياخدش اللي بيحبها بيقرر ينهي حياتها. وهي دي الصورة اللي بيصدروها للشباب المصري خارج مصر. اللي بيحصل ده ما هو الا حالات فردية لا تمثل الشعب المصري وما تعبرش اللي عن نفسها. الجرائم اللي من النوع ده جماعة دخيلة على مجتمعاتنا، ولازم نخلي بالنا من اولادنا، لازم نتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفهم بيكلموا مين، بيدخلوا يتفرجوا على ايه، بيتابعوا مين، ما بيتابعوش مين، ايه افكارهم، ايه توجهاتهم، لان الجرائم اللي بتحصل ده يا جماعه هي ناقوس خطر، ولازم يبقى في رادع قوي لكل من تسول له نفسه انه يقدم على جرائم من النوع ده او يشوه صوره الشباب المصري خارج جمهوريه مصر العربيه. مش هي دي صوره الشباب المصري يا جماعه؟ مصر فيها شباب محترم كتير، ودول قله في وسط كتير. بعتذر لحضراتكم على انفعالي، لكن دي الجريمة الكامة يا جماعة اللي تحصل بنفس الطريقة وبنفس الآلية. زي ما دايما بقول في كل حلقة لما بنناقش جريمة من النوع ده، عندي ثقة في القضاء المصري العظيم انه هيصدر حكم يسطر بحروف من ده في سجلات القضاء المصري ضد المجرمين دول، عشان يبقى رادع لأي حد يقدم على خطوة زي دي. أيا عبد الله كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنا سيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تجيب فيه النواصية. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم إيه سبب انتشار النوع ده من الجرائم داخل المجتمع المصري؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضرتك. والحد هنا خلصت حلقتنا، ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.